السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أم نزار. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم طريقة الحلوى الطرون، سهلة وغير ثلاثة مكونات، كتجي رائعة ولذيذة. ندوزو نشوفو المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاج 100 غرام ديال البسكوي، بعد ما طحنتو مزيان، 125 غرام ديال اللوز، حتى هو بعد ما طحنتو مزيان تخرج لي الزيت ديالو، 250 غرام شوكولاتة تكون النوعية ديالو جيدة. أنا استعملت هذا ديال الحلويات، واستعملت هذا البسكوي، هذا معلقة صغيرة حليب بودرة. ندوزو نشوفو الطريق. جبت هاد الكاسرولة، درت فوق منها واحد الإناء. دابا غادي نعمل شوكولات، غادي نخليه يدوب مزيان. فوق حمام مريم. دابا غادي نستناه يدوب مزيان ونرجع معكم نشوفو نخلطو. بعد ما دبليت الشوكولاته مزيان، غادي نخليها على النار، نقص له وغادي نخلط المكونات هنا فوق حمام مريم. غادي نزيد دابا اللوز، وغادي نخلط. مزيان تنسجمو لهاد العناصر، وعاد نزيد بسكوي بشويه بشويه. دابا غادي نزيد بسكوي بشويه بشويه. نستمر على هذا الشكل هذا حتى نسالي الكميه اللي عندي البسكوي ونرجع معكم. هاهي دابا بعد ما ساليت ديك البسكوي كامل، دابا غادي نزيد حليب بودره. غادي نخلط كل شيء مزيان. ونرجع باش نعملوها في المول. دابا هي العجينه ديالي بعد ما ساليتها، دابا غادي نحتاج هذا المول هذا، دابا غادي نعمرو. اللي غادي نعمرو غادي ندخل الثلاجة تبرد تتشد فراسها مزيان. نحاولو نقدوهم.
كانت جلديدة بنفس هاد الحلوى، جربوها ورد عليا. كتضربوا المول هيدا باش كتعرفوا الكمية واش تزيدوا ولا تنقصوا. دابا غادي نستمر على هذا الشكل هذا، تنسالي المول ديالي ونرجع معاكم. بعد ما ساليت الخليط ديالي وعملته في المول كامل، دابا غادي ندخل الثلاجة او مجمد باش تبرد معايا دغيا ونرجع معاكم نشوفوا الشكل النهائي. الحلوى بعد ما جبدتها من الثلاجة، دابا غادي نحاول نجبدها معاكم. هي ساهلة، كتجبد غادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى نزول الحبس اللي عندي كاملين ونرجع معاكم. بعد ما سديت الحلوى دابا غادي ندوزو للتزيين. انا غادي نزينها تزيين حسب الرغبة، انا غادي نزينها شتيتو الشوكولات كحل وشوية الكراميل. غادي نجيب واحد كيس بلاستيكي، غادي نخوي فيه ديك الشوكولات اللي عندي. نعمل واحد تقيبة صغيرة. وغادي نستمر على هاد الشكل تنسالي هاد كمية الشوكولات اللي عندي. ونرجع معاكم. هذا هو الشكل النهائي للحلوى ديالنا، كتجي رائعة ولذيذة بزاف. نتمنى هذه الوصفة تنال إعجابكم. إلى عجبتكم ما تنساوش تعملوا جيم وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد.
شكرا على المتابعة، نلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله.